هذه الانتخابات يعني ستضعنا أمام نظام سياسي ونظام دولة جديد يعني لم يسبق له منذ هذه اللحظة حتى 2003. لا شك أن الانتخابات الحالية هي انتخابات فقط لمجلس النواب العراقي، ومجلس النواب العراقي هو يمثل مفصل من 5 مفاصل أساسية في البناء الديمقراطي في العراق. هذا النظام يبدأ من الناحية، فالقضاء، فالمحافظة، فمجلس النواب، فمجلس الاتحاد. من أصل هذه الخمسة نحن فقط أمامنا انتخابات مجلس النواب، وطبعا هذا المجلس على المستوى الوطني هو يشكل ربما 10% من الأهمية أمام مجلس الاتحاد. هذا المجلس الاتحاد الذي أجل ويفترض وفق الدستور أن يشكل منذ 2010 ثم لم يشكل، ثم في 2014 لم يشكل، ثم 18 ثم الآن. وبالتالي غياب مجلس الاتحاد وضع أمامنا اليوم حالة واحدة، هو نظام مجلس النواب. ومجلس النواب هذه المرة يأتي من دوائر ليست على مستوى المحافظة، كانت الدوائر على مستوى المحافظة هي أقرب شكلا إلى ما يوصي به الدستور في تشكيل مجلس الاتحاد.